السلام عليكم، قناة المستر ترحب بكم. النهاردة هنحل كتاب جيم أولى ثانوي الوحدة الثالثة الدرس الثالث والرابع. نحل جرامر من صفحة 152 ل 154. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو سمحتوا. صفحة 152، قبل ما نحل هنا في تعبيرات لغوية خاصة بالقاعدة دي لازم نحفظها. يعني مثلا في الأولانية دي هنا بيقول لي It's more than 20 years، يعني مضى أكثر من إيه 20 سنة. Not I traveled abroad، منذ أنا سافرت الخارج. عندي هنا اتس وبعدها مدة زمنية اللي هي 20 سنة دي، والجملة التانية فيها ماضي بسيط فهيجي هنا سينس بمعنى منذ. رقم 2، نقط هاز ناصر بين اتيتشر، بيسأل هنا عن وقت بداية الحدث، بيقول منذ متى وناصر ايه بيشتغل مدرس، فده زمن مضارع تام. هاز بين ده هنستخدم معاه سينس وين بمعنى منذ متى. 3، the dishes are clean، الأطباق نظيفة. وإيه بتعجب هنا؟ هو نقط ذم، يعني مين اللي غسلهم؟ معنى كده إن الإيه؟ حدث تم وليه وله أثر، تبقى مضارع تام. هو has washed them، مين اللي غسلهم؟ مضارع تام. طبعا الكلام هنا عن المضارع فما تنفعش، دي ماضي تام ودي ماضي مستمر، التلاتة كلهم ماضي ما عدا دي اللي مضارع تام. 4، the dishes were clean، جايب لي الإيه المثال ده؟ بس بالماضي البسيط هنا عشان يفهمني الاطباق ايه كانت نظيفة. هو نقط ذم فهجيب هنا طالما ماضي بسيط هجيب هنا ماضي تام. هو هاد ووجد ذم، مين اللي ايه غسلهم، يعني ده اثر في الماضي عشان كده استخدمنا ماضي تام. 5، it's the first time، دي اول مرة. I not an actor، ان انا قابل ايه ممثل، يعني على الاطلاق اول مرة قابل ممثل. المهم برضك ده كمان ده تعبير لغوي عندنا، it's the first time، يجي بعدها مضارع تام هتبقى الإجابة have ever met، على الإطلاق أول مرة على الإطلاق، أما دي هتدي معنى نافي طبعا إيه مش هتنفع. 6، مستر فاضل نوت a teacher for more than، يعني مستر فاضل بيشتغل مدرس بقاله أكتر من إيه 25 سنة حتى الآن. for تدل على المضارع التام، وبقول حتى الآن يعني إيه الحدث ده إيه مستمر إن هو بيشتغل مدرس. has been مضارع تام. 7، ديت ايه التركيبة ديت مكررة اللي هي اتس وبعدها مدة زمنية وبعدين ماضي بسيط، هنستخدم برافو عليكم سينس، يعني مضى ساعة منذ ايه مهدي اتصل عشان ايه اروح معاهم. 8، my father last had his car washed، بابايا غسل سيارته اخر مرة. نقط he was in Cairo، لما كان في القاهرة. عندي last وفي ماضي بسيط، دي من التركيبات اللي موجودة في الوحدة دي في الصفحة اللي قبل دي على طول، last وماضي بسيط، والجملة التانية ماضي بسيط هستخدم هنا when، عندما. 9، my kids are really blessed، أطفالي فعلا إيه مسرورين. as this is the first time، دي أول مرة ليهم. they not the pyramids، إن هم يزوروا الإيه الأهرامات لسه حالينها. this is the first time، يجي بعدها مضارع تام ومع ايفر، هاف ايفر فيزيتد، مستخدمش اللي فيها نيفر. 10، I am sorry for coming late، اسف ان انا جيت متأخر. I not the toilet، اصل انا ايه كنت في الحمام، يعني ذهب وعاد، ذهب وعاد لانه راح مكان ورجع منه. هاف بين تو. صفحة 153، 1، سينس وين لسه حالين شكلها. سينس وين هيجي بعدها مضارع تام، طبعا عليه ايه سؤال هنا بقى، منذ متى وايه باباك مريض، تبقى الاجابه دي has your father been، دي مضارع تام على هيئه سؤال. 2، ايه بيكلم بي فبيقول لها have you cooked the food mom، هل ايه طهيتي الطعام يا مامتي، يعني مهم يعني، فبتقول له yes I know I ate an hour ago، ago تعرفني انه ماضي بسيط، تبقى cooked، انا طبقته ايه من ساعة مضت. 3، it's 2 weeks since، it's وبعدها مدة زمنية وسينس هيجي بعدها ماضي بسيط، تبقى الاجابة traveled، مضى اسبوعين منذ هو ايه سافر الخارج. 4، my father not in this company for 20 years، هو بقى يشتغل في الشركة دي بقاله ايه 20 سنة. 4 تدل على المضارع التام، تبقى الاجابة has worked، دي مباشرة.
5، لأن مفيش حاجة قالت لي إنه إيه الحدث ده انتهى، هو مازال بيشتغل. مروان hasn't played tennis، مروان ما لعبش تنس. not he was young، منذ ما كان، معناه يعني منذ ما كان صغير. أدي قاعدة إيه ديت، مضارع تام وبعدين ماضي بسيط تبقى قاعدة since. 6، I have not tried seafood، إن أنا جربت يعني المأكولات البحرية. I have no desire to try it، ما عنديش رغبة إن أنا أجربها، يبقى عمري ما جربتها، never، عمري ما جربت إن أكلها يعني. 7، they have not cleaned the room، هما نظفوا الحجرة. you needn't clean it again، ما انتش محتاج انك تنظفها تاني، يبقى هما نظفوها بالفعل already. 8، it not for 3 hours، يعني الدنيا شتت لمدة 3 ساعات. the street is very muddy، والايه الشارع مليء بالايه بالوحل يعني موحل. المهم يعني عندنا هنا for فتدل على زمن، المضارع التام has rained. طبعا بعدها هنا الكلام عن ايه، عن المضارع البسيط، يعني الكلام هنا ايه يبقى مضارع، مضارع تام. 9، I have not read a good book، يعني ان انا عمري ما قريت كتاب جيد. like this before، مثل هذا من قبل، فالمعنى طبعا المناسب never. 10، his father not he can't help crying، ده بابا حصل له ايه، لا يمكنه انه ايه يمنع نفسه، لا يمكنه ان يتوقف عن البكاء، بابا لسه ميت، يبقى تبقى مضارع تام. has just died، حدث ايه تم منذ فترة وجيزة. 11، the bully يعني المتنمر، الفتوة. not by the police once already، يعني ايه الفتوة ده او المتنمر ده تم تحذيره بواسطة الايه الشرطة مرة كده ايه بالفعل already، يبقى مضارع تام. A, B او سي الصح هتبقى مضارع تام مبني للمجهول. has been warned، تم تحذيره. 12، ساره has lived in Cairo، ساره عاشت في القاهره. not the age of 16، منذ سن السادسة عشر، يعني بدايه الحدث، وده الكلام عن المضارع التام نستخدم سينس، يبقى بعدها ايه بدايه الحدث ده. رقم 13، علا looks pale، تبدو ايه شاحبة كده وشها اصفر. she not ill for long، for long تبقى مضارع تام has been، كانت مريضة ايه بلها وقت طويل، بلها مدة. 14، our school not a competition last week، last week تدل على الماضي البسيط، يبقى one، مدرستنا فازت بمسابقة اسبوع الايه الماضي. 15، رامي not play station for 2 hours، رامي بيلعب بلاي ستيشن بقاله ايه لمدة 2 ساعة. and he is still playing، ومازال بيلعب، تبقى مضارع تام مستمر has been playing، عشان مازال بيلعب. 16، سهام not English all day، all تدل على الاستمرار، تفيد الايه الاستمرار، في الاربعة دولت تبقى مضارع تام مستمر has been studying، سهام بتذاكر انجليزي طوال الايه اليوم ومازالت بتذاكر بقى، بنت شاطرة كده. صفحة 154، 17، رضوى نقط 10 letters today، كتبت ايه 10 خطابات اليوم. she is still working، ما زالت تعمل. هنا قال ايه عدد الايه الخطابات، خلاص تبقى مضارع تام has written، كتبت بالفعل ايه 10 خطابات وما زالت بتشتغل. 18، فاروق نقط to the market، يعني فاروق ايه السوق، راح السوق. I will wait for him، أنا هنتظره until he comes back، حتى يعود، يبقى راح وما رجعش، ذهب ولم يعد has gone. 19، نقط the death of her husband، I've never seen her smiling، منذ وفاة زوجها وأنا عمري ما شفتها إيه تبتسم، منذ تبقى since. 20، عبد الله wants to know، عبد الله عايز يعرف. Not I have been a member of this sports club، بلد ايه وانا عضو في ايه هذا النادي الرياضي، فده مضارع تام، اجو طبعا ما تنفعش معاها، since ما تجيش معاها how long كده، يبقى الصح تبقى for how long. 21، I last played football، اخر مرة لعبت كورة يوم الاثنين. This sentence means that، معنى الجملة دي ايه، انا ما لعبتش كورة منذ يوم الاثنين، اجابة بي.
22 مروان is the cleverest student أمهر طالب I have ever seen أنا شفته على الإطلاق. دي معناها إيه الجملة ديت؟ إن أنا ما شفتش طالب شاطر كده زي مروان. تبقى الإجابة دي I haven't seen a clever student like مروان yet. بعد 23 عمر has never has ونيفر هيجي تصريف تالت على طول تبقى الإجابة come. عمره ما جه المدرسة by scooter before من قبل. before هنا يبقى يجي ايه طبعا هتدل على ايه المضارع التام في الجملة ديت. في التركيبة اللي احنا واخدينها في الوحدة دي اللي يجي ايه have او has وبعدين never تصريف تالت يعني مضارع تام ويجي before. 24 احمد is not here احمد ليس هنا he not to the club ده هو راح النادي وهو مش هنا راح النادي ولسه ما رجعش تبقى الإجابة has gone ذهب لمكان وإيه لم يعد منه. 25 وديت من التركيبات اللي احنا خدناها it's a long time ده وقت طويل since he not his village منذ ايه زار قريته ما زارهاش يعني وقت طويل هيجي هنا بعد since ماضي بسيط visited. 26 it's the first time دي كمان من التعبيرات اللي في الوحدة دي هي دي المرة الأولى I not the temple معبد فيلة المهم it's the first time يجي بعدها هنا مضارع تام ومعها ever have ever seen المرة الأولى أنا أشوف معبد فيلة. 27 I haven't seen Mr. Smith عمري إيه أنا ما شفتش Mr. Smith not the last conference منذ المؤتمر الأخير منذ تبقى since. 28 I have not been to Italy before أنا رحت إيطاليا من قبل I haven't visited أنا ما زرتش أي دولة أوروبية حتى الآن يبقى عمره ما راح إيطاليا I have never يبقى كده بنركز على الإيه المعاني وتركيبة الجملة. 29 I have not seen علي ما شفتش علي not the last time we met in Alexandria منذ آخر مرة تقابلنا في اسكندرية ده مضارع تام وبعدين ماضي بسيط تبقى ايه since. 30 how long ago يعني منذ متى هو ايه المقصود يعني عاد من جنوب افريقيا المهم هنا how long ago هنجيب ماضي بسيط did فعل مساعدة ده ايه did للماضي البسيط. 31 we haven't seen each other ما شفناش بعض since we not in Hurghada منذ كنا في الغردقة since قبلها مضارع تام يجي بعدها ماضي بسيط where. وصلنا لنهاية الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله.